انا شغال في مجال الاخشاب او في مجال الديكورات عامه، بكون بتصميم وتنفيذ الاشكال زي الفانوس، بنعمل منه جميع المقاسات، بنبدا مثلا من 80 سنتي لحد 10 متر او 7 متر 8 متر حسب المساحه او حسب المكان اللي ممكن يقدر يشيل الفانوس. قررت ان انا اعمل حاجه من وجهه نظري او ان انا لحد معلومتي ان ده يبقى اطول فانوس خشبي في العالم، ده ارتفاعه 6 متر، العرض بتاعه 2 متر، واخد حوالي 21 لوح. احنا قعدنا حوالي 4 ايام نعمل التصميم عشان نطلعه بالشكل ده. من الحاجات اللي احنا اتميزنا فيها في الفتره الاخيره ان احنا كنا بنساعد في تصميم وتنفيذ المساجد، يعني الحاجات اللي احنا بنبقى سعداء وفرحانين فيها، ان احنا مثلا بنعمل شغل المنبر، بنعمل شغل التفريغات بتاع الابواب الاسلاميه، كنا قبل كده برضو قلدنا باب المسجد النبوي عملناه في احد المساجد هنا في اسيوط.